الحجه فاطمه حسن سعيد عبد القادر قبل وفاتها باشهر قليله من تصوير الدكتور نافذ عبد القادر الحمد، بارك الله فيه وشكرا له على ما قام به. افطرتي افطرتي يا حجي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس تقدرش تقعد راسكم بظل نايم. الحمد لله على من الله الحمد لله أنا سيد يوم يكاد تتحضرني وأحسن الخاص السنتين من سنتين بس من سنتين لا سنتين سوي اليوم رح تعطيني في شيء مطلوب لا استطعت شيء هسه. هاي السنة الخامسة. إذا هذا يحط لي أنا هاي جبتها بسرعة. لا استطعت شيء يعني. يعني جبت الغطاء ما عندي شيء. هاي يعني جهزت. جهزت. هذه هي أحوال الدنيا.
وكل من عليها فان. ونشكر الدكتور نافع عبد القادر الذي قام بتصوير المرحومة الحجة فاطمة قبل وفاتها، له كل الشكر، وبارك الله فيه وفي عياله وكثر الله من أمثاله. كيف كان هذا النهار في اليوم؟ لا يصح هذا الوضع. أنا أحسن من عدد هذا